معالي السفير الاستاذ خالد الابيض، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا محمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. عايز اطمن من خلالك بقى على استقبال المنتخب بالامس واخر الترتيبات لمباراه الغد باذن الله. والله الحمد لله المنتخب وصل بالسلامه امبارح في الميعاد 9:09 تقريبا، 9 بتوقيت نيروبي، وكان يعني السلطات واخده الاجراءات الخاصه بالتامين، والحمد لله يعني الاجراءات كمان الخروج من المطار مشيت بسلاسه، ووصلوا الفندق بعد كده وعملوا المسحه على طول. والنهارده المفروض اهو في تمرين دلوقتي، انا في تقريبا عند الاستاد وان شاء الله تمرين الساعه 7 على استاد كازراني قبل الماتش بتاع بكره باذن الله. طيب امبارح في استقبال المنتخب كان في عدد من الجماهير في استقبال المنتخب اخر الترتيبات، يعني بالامس الفريق الحمد لله او المنتخب يعني دخل فندق الاقامه، هل في نظام الفقاعه الطبيه؟ ما فيش حد بيقرب خالص من المعسكر. موعد المباراه غدا كمان، واخر التفاصيل اللي تمت النهارده اكيد في الاجتماع الفني مع جهاز المنتخب الوطني. طيب هو بالنسبه انا الاجتماع الفني طبعا ما عنديش لسه تفاصيل بخصوصه، انما برضو ارجع لحضرتك السؤال بتاعك بالنسبه للجماهير، هو ما فيش جماهير. تمام. هو هيبقى دعوه محدوده لمسؤولي الاتحاد الكيني واعضاء السفاره مثلا، واعتقد برضه هيبقى في حوالي تقريبا 20 اعلامي فقط مسموح لهم يخشوا. بالنسبه هم في الاوتيل معزولين، في الفرقه والجهاز الفني معزولين في دورين منفصلين تماما. واعتقد ان الظروف كلها مواتيه باذن الله انهم يقدموا مباراه ممتازه بكره ان شاء الله. اهتمام وسائل الاعلام في كينيا معالي السفير، هل في اهتمام بالمباراه خاصه ان كينيا طبعا دي اخر فرصه ليها في فكره التاهل او حظوظها في التاهل لبطوله الامم، هل في اهتمام اعلامي؟ هل في اهتمام جماهيري؟ الجاليه المصريه ايضا هل بتبقى حريصه تكون موجوده مع المنتخب، ولا كان في البدايه في تعليمات ان ما حدش يكون موجود قريب من المعسكر عشان اجراءات كورونا والتفاصيل ديت؟ طبعا هو في اهتمام حضرتك، طبعا في اهتمام اعلامي كبير، اهتمام اعلامي عشان قيمه المنتخب والنجوم اللي فيه، وزي ما حضرتك قلت اهتمام عشان دي اخر فرصه. بس هو اهتمام بشكل ايجابي، يعني ما فيش الاخبار الاعلاميه اللي فيها اثاره خالص، بالعكس هم فرحانين بوجود المنتخب وبنجومه وبيرحبوا بيه بشكل ممتاز. بالنسبه طبعا الجمهور المصري الجاليه هنا، هو طبعا هم يعني طبعا اكيد متضايقين ان هيبقى ما فيش حضور جماهيري، كان كله طبعا نفسهم ان هم يحضروا. تعرف حضرتك لما المنتخب بيروح اي بلد بتبقى مناسبة سعيدة، بيبقى يوم سعيد، بتبقى الناس كلها متطلعة، بس بقى للأسف بقى لظروف الجائحة في عدد منهم امبارح راح المطار عشان يرحب بالمنتخب، وان شاء الله ربنا يسهل بقى باذن الله ان شاء الله. على المستوى الرسمي هيكون في حضور بالتاكيد كمان للاتحاد الكيني مع الاتحاد المصري، على راس البعثه المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه. اخر الاتصالات او اخر الترتيبات اللي تمت على المستوى الرسمي كمان ما بين كلا الاتحادين، او على المستوى الرسمي في حضور مسؤولين حتى من الاتحاد الكيني او وزاره الشباب والرياضه في كينيا؟ تمام. هو طبعا هيبقى في حضور رسمي طبعا زي ما قلت لحضرتك، برضه هو بالنسبه للاجتماع الفني النهارده انا لسه مش عارف تفاصيله. تمام. بس بالتاكيد في حضور، هو من قبل ما المنتخب البعثه تيجي كان وزاره الشباب والرياضه هنا مهتميه جدا بالمنتخب ووصوله، وكان في تعليمات دايما للمسؤولين ان هم يعني يوفروا له كل طلباته ويلتزموا بيها. الو؟ ايوه يا فندم. طيب اخر سؤال لحضرتك، يعني طبعا عارف ان السفاره المصريه في كل الاستقبال للبعثات الرياضيه بتعمل مجهود جبار، لكن هل الفتره اللي فاتت كان في تواصل، حتى جهاز المنتخب كان بيتواصل معاكم لكل الترتيبات ووصول البعثه، يعني كان متفق عليه انه يكون قبل المباراه ب 48 ساعه فقط، درجه الحراره، الجو، الامور دي اكيد كان في تنسيق بيتم خلال الفتره الاخيره قبل المنتخب ما يصل الى كينيا؟ تمام. هو طبعا كان في زميل اداري من المنتخب جه من حوالي اسبوعين، استاذ مينا، تمام، زي مقدمه عشان يشوف الترتيبات، وهو شاف بقى، شاف فنادق الاقامه المرشحه وشاف الملعب، ونظمنا له اجتماع مع المسؤولين في الاتحاد الكيني، وبناء عليه الاتحاد والجهاز الفني قرر الميعاد المناسب لوصول المنتخب. برضه يوم الاحد في زميل اداري وصل برضه، استاذ علي،
وبعديه يوم الاثنين طبعا كابتن احمد حجازي وصل من السعوديه، وامبارح المنتخب الحمد لله وصل بالسلامه. الحمد لله. درجة الحرارة والجو حر حاليا في نيروبي ولا الجو يعتبر كويس؟ لا هو حقيقة الجو في نيروبي جميل طول السنة، فهو درجة الحرارة حاليا مثالية، نتكلم في خلال اليوم في حدود 27، تمام، بالليل مثلا 17، والجو هايل يعني ممتاز. كان في أمطار في الويكند اللي فات بس الحمد لله دلوقتي كويس. معالي السفير الأستاذ خالد الأبيض، أنا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا مجهود كبار للسفارة المصرية في كينيا مع منتخبنا الوطني، وكل السفارات المصرية بصراحة بتبقى قايمة بدور كبير جدا في كل الدول الإفريقية لما بيسافر الأهلي، الزمالك، بيراميدز، منتخبنا الوطني، الإسماعيلي، كل الأندية والمنتخبات في الفترات السابقة. نتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا في مباراة الغد.